على كل حال، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بهذه المناسبة أنت الأبن والأبت والبنت الذي فازوا بهذا البكالوريا إن شاء الله بهذه الوجوه النية الحاضرة. الله يبارك. منهم دكاترة وحسنين والإذاعات، الله يبارك، وكل جمال في جمال. نتمناو للولد والبنت إن شاء الله وكل أبناء وبنات ولاية عين تموسان، خاصة ولاية عين تموسان وكل الجزائريين الذين فازوا في هذا الامتحان، نتمناو لهم كل التوفيق والنجاح في مهامهم إن شاء الله ليكونوا مستقبل الجزائر الجديدة. والجزائر محتاجة اليوم إلى أبنائها مثل أبناء أهله ليكونوا إن شاء الله إطارات في المستقبل وإطارات في الدولة إن شاء الله، لأن الدولة محتاجة لأبنائها مثل هذا الشباب، الشباب الواعي. نقول أنا هو الشباب الواعي اليوم، نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق والنجاح في مهامهم هذه، والمستقبل قريب إن شاء الله. اللي بغى المستقبل بين يديه، المستقبل في الجزائر هنا اليوم كله تم متوفر، اللي حرم نفسه أو حرم روحه. الجزائر ما استقل ابنائها داكور، بس الجزائر بخير والحمد لله والشكر لله. الجزائر بخير والحمد لله والشكر لله، لها كل خيراتها، وما زال اقتصادها الحقيقي ما زال ما لهاش يعني، ما زال باين. اليوم رانا في اقتصاد جديد هذا والاستثمار ان شاء الله، اللي نتمناه لكل الجزائريين يكونوا في هذه المهمه هذه، خاصه المحبين لهذا الوطن، خاصه المحبين لهذا الوطن، مليون ونص المليون شهيد وما قبلها ب 5 و6 ملايين شهيد. انا نتمنى ان شاء الله بلادنا هذه بلد معززه مكرمه امام كل دول العالم، وكل الدول يشهدوا على هذا، باللي الجزائر انتقلت من المرحله الصعبه التي كانت فيها، واليوم راها بالاستثمار الجديد بالتنميه الشامله شمل كل ربع الوطن، وهذا ما نتمناه. وما زال الخير قدام كما قال الرئيس، نحن حيين في 2024 يكون استثمار اخر ان شاء الله لهذا البلد، ولنا طول عليكم بلدنا بخير والحمد لله بأمنها الوطني بإشكاله، مدنيين وعسكري زينهم بنائي صاهرين على هذه الدولة وممتلك المواطنين وممتلك الشباب. لكن لا ننسى دائما وأبدا مؤسستنا العسكرية، جيش الوطني الشعبي سليل، جيش التحرير الوطني، العمود الفقري لحماية الجمهورية من يد الزبناء والخوان الوطن، وحماية حدودها من أقصاها إلى أقصاها، ولو شبر واحد لا يتخلي عليه الشعب الجزائري، لأن مسقي بدم الملايين والملايين من الشهداء الأبرار، ولكل متصور له نفسه كان من قريب أو من بعيد، جيشنا في الميدان إن شاء الله الرحمن الرحيم. ونتمنى للسيد رئيس الجمهورية المحترم الذي وعد الشعب يوم انتخابه بالوصول الجزائر لبر الامان والامن والاستقرار، ونحن فيها اليوم، والشعب الجزائري يعيش اليوم بعزه والكرامه، واللي ينكر هذا فهو جاحد. الجزائر بخير كما قلت والحمد لله، المجد والخلد لشهداء الابرار وشهداء الواجب الوطني، وتحيا الجزائر. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك.